شراب. اليوم احنا دايرين هذه المسيره المحليه اللي هي مسيره سلميه من اجل مناشده الوزارتين الوصيتين باعاده فتح الحوار مع الطلبه، وبانه هذا الحل ديال هذه الازمه اللي تفاقمت اللي دامت اكثر من 5 شهور فهو حل اساسا يعتمد على الحوار الفعال من جهتهم وعلى الحوار البناء. واما ذوك الحوارات اللي تيقولوا هما انه خصهم يتزاروا اللي هما الحوارات المحليه، فاحنا بينا نعلمهم انه الحمد لله ما عندنا حتى شي مشكل محلي، وانه العماده والاساتذه جاوا لنا عندنا معهم واحد العلاقه طيبه، واننا دائما كنتحاوروا معهم الا كان شي مشكل اللي يقدر يتحل على الشيء اللوكال. اما فازمه الطلبه في الطب والصيدله بالمغرب فهي ازمه اللي خاصها تتحل على مستوى الوزارتين بحضور لجنه الوطنيه لطلبه الطب اللي هي الممثل الاول والشرعي ديالنا حنا كطلبه. وهاد المسيره فهي ان شاء الله غادي تختتم بواحد المسيره ديال الشموع من اجل يعني اننا نتطرقوا للانتهاكات يعني اللي تعرضوا لها اخواننا الممثلين الطلبه في كليات الاخرى، اللي كاين منهم اللي تطرد، كاين منهم اللي تعرض لتوقيفات اللي تدامت لعامين او اكثر. وحنا كفا احنا كيأسفنا هذا الشيء كطلبه وك يعني مواطنين مغاربه، لانه الطلبه ماشي هما ارهابيين او لا مجرمين باش تتعاملوا معهم بالطريقه القمعيه والطريقه الارهابيه، فهما هاد الناس تدافعوا على واحد الحق ديالهم اللي هو حق جوده التكوين، وهاد جوده التكوين اساسا تجي فوقنا انه المواطن المغربي تعرض لاحسن يعني تغطيه صحيه من طرفنا احنا كطلبه. فبالتالي لوبجيكتيف انيسيال ديال هذه الاضرابات كامل فكان هو نحافظوا على المواطن المغربي وعلى صحته، وعلى انه وخاصنا ناكدوا على نقطه انه الطلبه بلاصتهم ماشي هي الشوارع وماشي هادشي اللي حنا تنعيشوه دابا، فالطلبه بلاصتهم هي المستشفيات والجامعات. وبالتالي فاحنا تنشدوا بالحوار ويعيدوا هذوك الطلبه اللي توقفوا، وان شاء الله ما يكون الخير باش نلقاو حل لهذه الازمه في اسرع وقت. حنا اليوم درنا هذه المسيره وهذه الوقفه اليوم باسم مسيرة صمود أو مسيرة الشموع، والدلالة ديالها هي الأمل، أنه باقي عندنا أمل في أن هذا المشكل يقدر يتحل. فالوزارة سد علينا باب الحوار، ما سدات علينا الحوار لواحد المدة طويلة، وكتقول لنا ما غنفتحش معكم الحوار، وكل مرة كنمشيو كندير مظاهرة سواء في الرباط سواء هنا في مراكش والو. الوزير سي المراوي ما بغاش يحل معنا الحوار لاسباب لا نعرفها، ومع انه كاين الاباء اللي معنا اليوم كيناضلوا كيجاهدوا معنا حنا كابناء ديالهم، اللي الوزير كيبدا يسيبليهم على اساس ان حنا غير اطفال، حنا ماشي ما عندناش كلمه، وانه خاصنا حنا الكوتشينغ. فاحنا حنا راه اوني ماجور اي فاكسيني، حنا راه عارفين اش كنديروا، ماشي خارجين غير هكاك، ماشي ما عارفينش ما خارجين على والو، خارجين غير باش نخرجوا، غير ما حيت ما بغيناش ندوزوا الامتحانات. حنا راه خارجين باش على ود المطالب ديالنا اللي طالبنا على ودها، راه عندنا واحد الدوسي غوفونديكاتيف، واحد الدوسي مليء بالمطالب، ولكن لسوء الحظ ما بغاش السي الوزير يحل معنا الحوار، ونحن لا نعرف لماذا. وشكرا. جينا في مسيره اللي هي مسيره محليه بمدينه مراكش، مسيره الصمود اللي كانت تحت شعار مسيره الشموع. هاد الشموع اللي حنا ناويين نشعلوهم شموع الامل، حيث اننا باقي عندنا الامل في اننا نقضوا السنه الجامعيه ديالنا، واننا نرجعوا للمدرجات ونرجعوا للمستشفيات، حيت هذيك هي بلاصتنا حنا كطلبه، هي المدرجات ديال الكليات ديالنا، هي المستشفيات الجامعيه ديالنا وماشي الشارع. حنا اليوم كنحتجوا على المطالب ديالنا اللي هي مطالب مشروعه 100%. احنا كنا حطينا الملف المطلبي ديالنا في اواخر شهر دجنبر، اي احنا دابا لحد الان 5 شهور وما يزيد عن ذلك، وحنا في اضراب مفتوح عن الدروس النظريه، عن التدريب الاستشفائيه، وحتى على الامتحانات ديالنا، لا ديال الدوره الخريفيه، لا اننا لحد الان باقيين كنناضلوا باش اننا نحاولوا نقضوا السنه الدراسيه ديالنا، ولاني الباب ديال الحوار اللي ما تفتحش لحد الان من طرف الوزارتين الوصيتين ما هو الا دافع لينا اننا نكملوا في هذا الاتجاه ديال الاضراب. حنا لحد الان باقي كنمدوا يدنا لفتح باب الحوار، وفي حين ذا هذا الشيء كنلقاو ان الممثلين ديالنا في جميع المدن المغربيه كيتعرضوا للطرد والاقصاء، الطرد والاقصاء. تخيل طالب الطب شحال دوز من سنين عمره هو كيناضل وكيتصابر باش انه يوصل لذاك المكان ديالو، ويجي في الاخير المجرد انه كيمثل الطلبه اللي هما الاخوان ديالو والزملاء ديالو يطرد بتهمه اش؟ بتهمه التحريض. وكان تهمه التحريض تهمه حقيقيه ما تلقاناش اليوم هنايا في هذه الساحه. شحال من مسيره، 4 مسيرات وطنيه كانوا في الرباط، زائد المسيرات المحليه
بلا عدد، يعني كانت في مجموعه ديال المدن اللي فيها كليات الطب، وجده، طنجه، الرباط. هنا اليوم احنا في مراكش، احنا اليوم كنناضلوا من اجل الحقوق ديالنا، من اجل تجويد التكوين ديالنا، من اجل صحه المواطن المغربي.